اخبار الكوره، اهلا بيكم. معاكم كريم سعيد من ابو ظبي، وقبل ساعات قليله من مباراه النادي الاهلي الاولى في مونديال الانديه قدام مونتريال المكسيكي، اكيد مباراه مهمه. مفيش احسن من الكابتن اسامه حسني يكلمنا عن المعضله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، مين مهاجم النادي الاهلي الرئيسي في المباراه، نلعب بمهاجم صريح ولا نلعب بفولسنا؟ كان طاهر محمد طاهر ولويس ميكيسون كلام كتير، يبقى مفيش احسن من الكابتن اسامه حسني هو اللي يتكلم معانا في الحته دي. كابتن اسامه بنرحب معاك معانا في يلا كوره. اهلا بيك يا استاذ كريم، واهلا بكل مشاهدي ومتابعي يلا كوره، وما شاء الله عاملين شغل هايل ومكسرين الدنيا. ربنا هيك يا كابتن اسامه، ربنا يحفظك. النهارده يا كابتن اسامه، السؤال اكتر سؤال داير النهارده، مهاجم النادي الاهلي طبعا اصابات كتيره جدا، والجهاز الفني فعلا يعني بصراحه ربنا يكون في عونهم، معضله صعبه شويه. حسام حسن مصاب، محمد شريف مع المنتخب، في مشاكل كتير. النهارده نلعب بطاهر محمد طاهر مهاجم تسعه، ولا نلعب لويس ميكيسون مهاجم وهمي؟ اولا لما بنتكلم عن ظروف المباراه النهارده، ظروف صعبه وصعبه جدا، لغه الكوره عندك، اهم العناصر عندك مش موجوده، لعيب منتخب مصر موجودين مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، نتمنى لهم كل التوفيق بكره ان شاء الله في مباراتهم امام السنغال. عندك ظروف الاصابه، راجعين كمان من توقف خلال الفتره اللي فاتت، لعيبه كانت مصابه بفيروس كورونا ورجعت مش في افضل حالاتها البدنيه، فالظروف كلها ضدك النهارده. لكن في البدايه النادي الاهلي رغم تبقى الظروف الصعبه، لكن النادي الاهلي بتاريخه الكبير عودنا دايما ان مفيش مستحيل في الكوره، وشوفنا مواقف كتير ممكن في رغم الظروف الصعبه النادي الاهلي بيحقق فيها، فدايما بيبعث لنا ايه بالتفاؤل دايما النادي الاهلي. الحاجه الثانيه برضو قبل ما ادخل في الفنيات، جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى زي ما احنا بنقول هو اللاعب رقم واحد. تواجد البطوله النهارده في دوله زي الامارات كانك بتلعب في مصر بالظبط، تواجد جماهير كبير، جمهور النادي الاهلي هيكون لاعب رقم واحد، فده برضو هيديك دفعة كبيرة جدا إن شاء الله. بالنسبة للفنيات بقى، يعني حتة رأس الحربة وغياب محمد شريف حسام حسن للإصابة، يا ترى مين اللي يلعبها؟ ممكن أروح لواحد هو لعبها قبل كده وشاركها ويقدر يعمل لك الزيادة العددية، وليد سليمان ده يعني واحد خارج التوقعات احنا ما نتكلمناش عنه. وليد سليمان لعب اوريدي في مباريات كتير، كان بيلعب هو حته راس حربه، لو ترجع ونفتكر كان في مباراه في افريقيا وسجل فيها هدف، كانت مباراه على ما اعتقد كانت في الجزائر، ولعب هو كمهاجم وهمي وكان بيقدر، ان وليد سليمان عنده ساعتها لما كان كارتيرون مدير فني الاهلي مظبوط كده، وليد سليمان عنده الملكه انه بيقدر يقف على الكوره، بيجيد التحركات، بيجيد اللعب في المساحات الضيقه، وممكن تعتمد على الاطراف زي طاهر محمد طاهر، زي احمد عبد القادر، زي ميكيسوني، زي حسين الشحات. بس حسين الشحات يعني موسيماني احنا بنقول بيلعب خلاص بقى بيلعب ثلاثه ورا، فممكن يكون حسين الشحات ليه تواجد في الباك اليمين النهارده لو ما لعبش في الحته الاماميه. الحته النهارده اللي بتشغل اكتر ممكن تفكير موسيماني وكابتن سامي مصان، مش حته راس الحرب على قد حته وسط الملعب المدافع، دي النقطه المهمه جدا، حته وسط الملعب المدافع دي بيبقى عليها شغل كبير جدا في الملعب. اليو ديانج موجود فيها، بس مين التاني اللي كان هيكون موجود مكان او مع اليو ديانج؟ كان موجود بيكون موجود حمدي فتحي، كان موجود عمرو سلا، بيقدر يملى المكان ده. التاني النهارده اللي هيلعب يا ترى محمد مجدي قفشه ولا احمد عبد القادر؟ هي دي النقطه المهمه اللي بتقدر تغطي، تعمل كفر على المدافعين ورا، تديك القوه الدفاعيه، تديك تحضير في تحضير وسط الملعب، فهي دي النقطه المهمه حته وسط الملعب. طبعا يعني الاوراق محدوده النهارده، فممكن يكون مجدي قفشه هو اقرب واحد يلعب فيها، لكن كحته قدام ممكن طاهر محمد طاهر يلعب راس حربه، ممكن ميكيسون يلعب راس حربه، مش طويل كمان ممكن عشان بيعتمد على السرعات. النهارده انت مش هتقدر تفتح الجيم من بدايه المباراه، مش هتقدر تهاجم وتعمل ضغط عالي، لا انت النهارده ممكن تسيب مونتيري يستحوذ على الكوره، تنظم شكلك بشكل دفاعي كبير، خطوط متقاربه، ممكن تعتمد على السرعات والمساحات الموجوده خلف الظهيرين بتوع مونتيري، دي اكتر نقط ضعف ممكن تستغلها فيه. كابتن اسامه ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا الانتصار النهارده، بس برضو ناخد منك توقعك للمباراه النتيجه. بص
كان اسهل مشوار في اي بطوله لكاس العالم للانديه هو المشوار ده. متفق معك. لو الفرقه كانت كامله طبعا مش هتبعد عن بطل اوروبا اللي دايما هو المرشح رقم واحد. نعم. في البطوله. نعم. فانت النهارده كان المشوار اسهل لكن الظروف مش مصالحنا، لكن نتمنى ان شاء الله، هو تمني النهارده توفيق للنادي الاهلي يقدر يخرج من المباراه بالمكسب النهارده، ونفكر في الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله. كابتن اسامه شرفتنا ونورتنا في الحبه الصغيرين، ان شاء الله هنتابع معاك طول البطوله باذن الله. انا بشكرك يا استاذ كريم وبشكر كل مشاهدي ومتابعي. يلا كوره. ربنا يخليك. شكرا. ده كان وجهه نظر كابتن اسامه حسني قبل ساعات قليله من بدايه مباراه الاهلي ومونتيري. تابعونا خلال ايام البطوله كلها ان شاء الله تغطيه خاصه بالفيديو بالاخبار وبالصور الحصريه كلها ان شاء الله على يلا كوره طوال فتره مونديال الانديه في الامارات. شكرا. كنت معاكم كريم سعيد.